مساء الخير. في البداية حابين نشكر ربنا على نعمة التكنولوجيا اللي من وقت قريب كان البعض مننا بيتهموها ان هي بتضيع الوقت والفلوس، ولكن اليومين دول عرفنا كلنا اهميتها في حياتنا. بنشكر ربنا على نعمة ان كنيستنا الكاثوليكية بتواكب التكنولوجيا البناءة زي صفحات الفيسبوك الرسمية، مرورا بأبليكيشن كاثوليكي اللي بيحتوي على راديو مريم. راديو مريم الحقيقة الخبرة الإعلامية الجديدة اللي في كنيستنا واللي بنصلي من أجل ان هي تنتشر وتصبح وسيلة لتمجيد الله من خلال المواد اللي بتتذاع منه، واللي من ضمنها خبرة قانا. قانا اللي بتشكر جميع القائمين على إدارة الراديو في إتاحة الفرصة لينا عشان نعيش مع كل الأزواج والزوجات اليومين دول في مصرنا الحبيبة. في البرنامج ده احنا هنحاول نشارككم بشكل مبسط اللي احنا بنعيشه في حياتنا اليومية في قانا، ولكل حلقة عنوان. وعنوان حلقة النهاردة: كيف نتعامل مع أموالنا معاً؟ يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا، يسوع أنت من يا رب يسوع إلهنا ومخلصنا الصالح. يا رب مبارك اسمك يا رب من الأزل وإلى الأبد. يا رب يا رب مبارك أنت يا رب، مستحق يا رب الحمد يا رب والتسبيح لإسمك يا رب، مستحق يا رب أنه نيجي نحمد اسمك ونعلي اسمك يا رب. وحدك يا رب، وحدك يا رب، مكتوب يا رب كده أنه تفتح يدك يا رب فتشبع كل حي رضا. يا رب يا رب نشكرك لأنك أنت مصدر الشبع الحقيقي يا رب، أنت مصدر الأمان يا رب والوفرة والراحة في حياتنا يا رب، أنت مصدر كل غنى وكل راحة يا رب. يا رب بنشكرك يا رب لأنه في أزمنة الضيق يا رب أنت مش بتختفي يا رب، بنشكرك لأنه
في الأزمنة الكويسة الحلوة رب، أنت موجود يا رب، بتشبعنا وتغنينا رب. وفي الظروف الصعبة رب والأزمنة الصعبة رب، أنت موجود مش مختفي يا رب، مش بعيد يا رب عننا يا رب، موجود يا رب، بتحوطنا بتشبعنا وتسدد احتياجنا رب. يا رب شكرا ليك يا رب من كل القلب يا رب. في كل مرة يا رب بنيجي يا رب نحط احتياجاتنا وأعوازنا قدامك يا رب، أنت بتفيد يا رب وتغني يا رب جدا يا رب. حتى يا رب الحاجات اللي يا رب بمجرد ما نفكر فيها رب بنلاقيك يا رب تسددها رب، بنلاقيك يا رب حاضر في الوسط يا رب. يا رب مستحق الشكر والحمد يا رب، مستحق يا رب التسبيح رب. يا رب بنحمدك يا رب ونباركك على كل اللي فات من حياتنا يا رب، وكل اللي جاي يا رب مستحق يا رب، مستحق المجد وحدك يا رب، مستحق الحمد وحدك يا رب. يا رب بنشكرك يا رب لأنه مكتوب عنك يا رب أنه رب راعية فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني. يا رب بنشكرك لأنه أنت رعينا الصالح، أنت أبونا المحب يا رب المهتم بكل التفاصيل وأدق التفاصيل. يا رب أشكرك لأنك لا تنسانا أبدا، لا تتركنا. أشكرك لأنه في عز يا رب من الناس ممكن تسيبنا، ممكن ما تبقاش حاسة باللي داير جوانا، لكن أنت تفضل يا رب حاسس وشاعر يا رب بكل اللي بنمر بيه يا رب. يا رب أنا جاي أشكرك من أجل كل مرة يا رب باركت القليل اللي في إيدينا. أشكرك من أجل كل مرة يا رب كان بين إيدينا يا رب 5 خبزات و2 سمكتين، لكن حطناهم بين إيديك يا رب وجيت باركتهم وأكسرتهم يا رب. يا رب بشكرك لأنه بتسدد يا رب كل احتياج يا رب بحسب غناك في المجد يا رب، مش بحسب يا رب إمكانياتنا أو بحسب يا رب أمانتنا، لكن بحسب صلاحك وبحسب قدرتك. يا رب بشكرك لأنك تفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. يا رب بشكرك لأنك بتعرف تحقق كل أمور مستحيلة، كل أمور يا رب تبان بالنسبة للبشر إن هي بعيدة وإن هي مستحيل تحصل، لكن في إيدك يا رب أنت تعرف تفعلها. يا رب أنت الإله اللي رعى إلي في وسط المجاعة، في وسط يا رب العطش عرفت يا رب تبعت له الغراب وتسدد كل احتياجاته. أنت الإله يا رب اللي رعى الشعب في البرية زمان يا رب، بعت المن، بعت السلوى، بعت الشبع ليهم يا رب. أنت كمان لسه موجود، مكتوب عنك أنه يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد. بشكرك لأنك لسه موجود يا رب، تعرف تصنع معجزات، تعرف تغير أمور كتيرة، تعرف يا رب تيجي لكل حتة في حياتنا شعرين أنه زي أنت بعيد، زي أنت مش موجود، لكن بشكرك لأنك بتعرف تيجي يا رب وتلمس احتياجنا وتلمس يا رب عوزنا وتسدده يا رب بغنى. يا رب جايين نشهد عن صلاحك، جايين نشهد عن أمانتك، جايين نشهد عن محبتك، جايين نشهد يا رب عن رعايتك لينا طول السنين، جايين نشهد يا رب إنك إله أمانة لا جورة فيك يا رب، جايين نشهد يا رب إنه في وسط يا رب الضلمة، في وسط الزحمة، في وسط يا رب العالم الصعب والقاسي يا رب أنت تفضل صخر أمين ينفع نستند عليه طول السنين. يا رب بنسبحك بنبركك لأنك إله عظيم وقدير وليس لعظمتك استقصاء. مبارك اسمك من الأزل وإلى الأبد. آمين. Thank you.
احنا رامي وسهير مبسوطين ان احنا هنكون معاكم النهاردة، وحابين نعرفكم شوية مين هي قانا. اخوية قانا ده نشاط خاص بالمتزوجين، هو بيتبع جماعة طريق جديد اللي روحانيتها مستمدة من الروحانية الاغناطية نسبة للقديس اغناطيوس دولايولا، واللي دايما بتصلي وبتعمل من اجل الوحدة. ده نشاط كاثوليكي ولو دعوة مسكونية، بمعنى انه بنرحب باي ازواج وزوجات من كنائس اخرى. النشاط بدأ في يوليو 1980 في فرنسا، وهو حاليا منتشر في 60 دولة، وبدأ في مصر من مارس سنة 93، واحتفلنا باليوبيل الفضي من سنتين. هدف النشاط جاي من اسمه، بمعنى انه في يوحنا 2:10 بنلاقي عرس قانا الجليل رئيس المتكئ بيقول للعريس: واما انت فقد ابقيت الخمر الجيدة الى الان. في كتاب المقدس الخمر الجيدة هي رمز للفرح. في قانا احنا بنحاول بيكون بنساعد زوجين ان هم يكونوا بيكتشفوا الخمر الجيدة في حياتهم، اللي هي ممكن تكون بتوه بسبب مشاغل دراسة، ممكن تكون خدمة، في حاجات كتير جدا ممكن تكون بتشغل الزوجين عن ان هم يختبروا الفرح في حياتهم ويكتشفوا الخمر الجيد. احنا بنحاول في قانا ان نكون بمعونة الروح القدس طبعا والأسرار، ان احنا نكون بنساعد الأشخاص والزوجين ان هم يكونوا بيعملوا كده. ومن بداية دورات قانا في مصر اتجددت حياة زوجية لأكثر من 350 زوج وزوجة. قانا بتكون فرصة خاصة جدا للزوجين زي ما كنا بنقول، علشان يعيشوا مسيرة مع بعض من خلال انهم بيتناقشوا في مواضيع أساسية تخص حياتهم الشخصية، بيكونوا بيراجعوها تحت إرشاد الروح القدس وممارسة الأسرار، علشان يكونوا بينفتحوا على الله، يسمعوا صوت الله لحياتهم، ويشوفوا ممكن يكون بيجددوا حياتهم إزاي تحت إرشاد الروح القدس. كل ده بيتم من خلال دورة قانا، وده بتكون 6 أيام، الهدف منها وحدة الشخص والعيلة والكنيسة، وده طبعا إيمانا مننا بأن الأسرة هي الكنيسة المصغرة، وهي مدرسة للحب، خاصة تبعا لقول البابا القديس يوحنا بولس الثاني. بالإضافة لأنه قانا كمان بتساعد في تقديم تدريبات عملية وشهادات حياة، وبتعد فعلا هي مدرسة للزوجين. في الوقت ده، وقت ما البرنامج التكويني ده بيكون موجود للزوجين، قانا كمان بتهتم بأطفالنا، بمعنى انه كل زوجين يكونوا مطمنين جدا على أطفالهم، لانه بيكون في برنامج موازي للأطفال، علشان احنا بنحاول ان احنا نفعل شعار اسمه قانا وقت ليكم لوحديكم. بعد اكتياز كمان الدورة بتاعت قانا، بنقترح على الزوجين انه ينتظموا في برنامج اسمه قانا زوجين، وده عبارة عن مسيرة حياة بتتم من خلال أخويات، والمسيرة دي بتجدد سنويا، وبتكون في فرصة إنه في شكل الأخويات بيكون في تبادل خبرات مع أزواج وزوجات آخرين، بيقدروا يتبادلوا مع بعض خبراتهم الحياتية والزوجية من خلال اجتماعات وفترات صلاة ومؤتمرات تكوينية. كمان عندنا برنامج تاني، والإبرشية البطريركية عندنا تبنته في نوفمبر 2019، هو اسمه قانا مرحبا. ده بتكون مسيرة رعوية، بمعنى انه الأخوية بتكون بتتم جوه الرعية بالاتفاق مع الأب الراعي طبعا. برنامجها عبارة عن 9 شهور، ومتوسط الأخوية دي بيكون حوالي 5 أزواج وزوجات. هدفها انه بيكون بيتعمل اجتماع أخوي شهري، ومن ناحية تانية كمان بيكون في مشروع الأخوية بتتفق عليه لخدمة الرعية. الدورة اللي جاية هتكون في أجازة نص السنة، وده هيكون في فبراير 21. بندعوكم تشاركونا، ولو حابين تتواصلوا معنا ممكن عن طريق الإيميل kanaegypt@gmail.com أو عن طريق صفحة الفيسبوك Kana Egypt. وعشرين سنة وقانا بتخدم أزواج مصر، 25 سنة وقانا بتخدم أزواج مصر. كانت بذرة وبقت شجرة كلها عشرة، زوج وزوجة صعب يزورهم ويحسنوا بكرة. كانت بذرة وبقت شجرة كلها عشرة، زوج وزوجة صعب يزورهم ويحسنوا بكرة. 25 سنة بتخدم أزواج مصر، 25 سنة وقانا بتخدم أزواج مصر.
وعشرين سنة وقانا بتخدم أزواج مصر. 25 سنة وقانا بتخدم أزواج مصر. عشرين سنة وقانا بتخدم أزواج مصر. 25 سنة وقانا بتخدم أزواج مصر. عشرين سنة وقانا بتخدم أزواج مصر. 25 سنة وقانا بتخدم أزواج مصر. عشرين سنة وقانا بتخدم أزواج مصر. 25 سنة وقانا بتخدم أزواج مصر. 25 سنة وقانا بتخدم أزواج مصر. 25 سنة وقانا بتخدم أزواج مصر. هو وهي اسكتشات من واقع حياة كل بيت. مساء الخير حبيبتي، ازيك؟ ازيك يا حبيبي، حمد لله على سلامتك. اخبار الشغل ايه النهارده؟ تمام ماشي الحال، بس قولي لي ايه الحلاوه دي؟ انت عامله نيو لوك ولا ايه؟ ايه رايك؟ حلو قوي، بس عملتي امتى ده؟ مفيش، خلصت الشغل بدري، قلت فرصه بقى اروح عند الكوافير واظبط نفسي. بصراحه كنت هموت واعمل قصه الشعر دي. لا بس حلوه الصراحه. مش واخد بالك انا كمان صبغت شعري. صبغتي؟ انت مش لسه صبغه من قريب؟ ايوه، بس ده لون جديد عليا خالص. ده غير بقى اني عملت مانيكير وباديكير، عديت جبت كام بلوزه كده وكام حاجه كانوا ناقصني. ظبطت نفسي بصراحه. بس كده يا سيدي؟ بس كده؟ هو لسه في حاجه كمان؟ كل ده عشان خلصت الشغل بدري يا مفتريه؟ التريق بقى التريق. يوه نسيتني، كنت عايزه اقول لك ايه، المدرسه عايزه قسط المصاريف واحنا اتاخرنا قوي في الدفع. اوف ده نسيت خالص. طب هنعمل ايه؟ ايه اللي هنعمل ايه؟ مش فاهمه السؤال. يعني ايه مش فاهمه؟ انت مش واخده بالك، انا صرفت مبلغ كبير في السفريه اللي سافرناها. ايوه فايه؟ لا انت نسيتي بقى، ساعتها قلت لك بلاش نروح الاوتيل دوت، الاوتيل ده غالي. قلت لي وايه يعني، هو احنا بنسافر كل يوم؟ قلت مفيش مشكله ماشي، طب نخليها 5 ايام. رديتي عليا بكل ثقه، انا اقل من اسبوع مش راحه في حته، واللي زاد وغطى بقى قلت لي انا هسافر بالطياره. ايوه، ما انت كل ما هنتكلم في حاجه ونتخانق تقول لي موضوع الطياره. هو انت دفعت حاجه من جيبك؟ الطياره كانت على حسابي. لا معلش خليكي امينه، انت دفعتي ليك انت وبنتك وبس. انت مش نشفت دماغك وقلت هسافر بالعربيه؟ ده على اساس بقى ان احنا ما استخدمناش العربيه هناك. من الاخر، انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه؟ انا مش عايز حاجه ليا، انا عايزك تحس بس بالمسؤوليه شويه وساعديني، مش فلوسك لنفسك وبس، واي حاجه تاني في البيت طز. لا بقول لك ايه، انت دورك انك تصرف عليا وعلى اولادك وفي البيت. يا استاذ مش معنى اني بشتغل يبقى اصرف على البيت، انا مرتبي لنفسي وده مش جديد عليك. ما هي دي المشكله، انك بتهتم بنفسك ومش مهم اي حاجه تاني. يا شيخ حرام عليك، ده انا قللت قعده القهوه مخصوص عشان اقلل في المصاريف. فين وفين لما كنت انزل اشتري حاجة جديدة لنفسي؟ انا مش فاهمة احنا بنتكلم في ايه ولا بنتخانق ليه؟ مصاريف المدرسة مسؤوليتك، انا ماليش دعوة بالقصة دي. انا مش بتكلم على مصاريف المدرسة، انا بتكلم في حاجة اكبر من كده. انا بتكلم في المبدأ نفسه، انك مش هين عليكي حتى تساعدي في حل الازمة او مشكلة بمر بيها. تفتكري يعني اعمل ايه؟ اروح استلف من الغرب عشان ادفع مصاريف مدرسة عيالي؟ انا مش بقولك اصرفي على البيت، لكن بقولك اننا لازم نكون سند لبعض. طب ممكن تهدى كده وتقولي انت قصدك ايه؟ حبيبتي
يا حبيبتي انا ما قلتلك الموضوع ده وانتي حتى مش بتدي نفسك فرصه تفكري. احنا لازم نفكر مع بعض، مش كل واحد فينا في وادي. يا ستي تعالي مثلا نحوش مع بعض، نجدد حاجه في البيت، نغير العربيه، يبقى فلوسنا معانا لوقت زنقه زي دي، اي حاجه نشوف ممكن نعمل بيها ايه. بص انا بصراحه مش مقتنع قوي، انا خلاص اتعودت على الطريقه دي في حياتي. مش معنى ان احنا كنا بنفكر بطريقه غلط يبقى نكمل بيها، الانسان بيتطور وبيتعلم من اخطاء. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ يوه بعد كل ده تقولي هنعمل ايه؟ شوفي فلوس. اصلا انا الصراحه مش معايا فلوس دلوقتي خالص. ازاي يعني؟ هي امال فلوسك فين؟ بص انا اقتنعت بوجهه نظرك بس مش هعرف اعمل حاجه، اصلي دخلت جمعيه وما قلتلكش. جمعيه؟ طب وماله؟ مش مشكلة. اي نعم انت ما قلتليش، بس مش مشكلة، ده الجمعية دي ممكن تكون هي الحل. اصل انا قبضتها خلاص وجبت بيها الموبايل الجديد، وبالباقي بقى عملت شعري والمانيكير والباديكير. يعني انت داخلة جمعية عشان تصرفيها على نفسك؟ يا شيخة حرام عليك، حرام عليك. انا مش عارف اعمل معاك ايه، انا زهقت وقرفت. اهدى بس يا حبيبي. اهدى ايه؟ اهدى ازاي؟ راح تعملي لي جمعيه من ورايا؟ ما انا كنت هقولك لو بكل هدوء تقولي لي على قسط المدرسه. اعمل معاك ايه؟ اعمل معاك ايه؟ اوه موضوع تعليمنا النهاردة إدارة المال في الأسرة. موضوع الفلوس في الأسرة طبعاً موضوع مفتوح دايماً للمناقشة، تقريباً كل يوم بنتكلم فيه على مستوى الكوب أو مستوى الأسرة عامة. لو ما تكلمناش فيه بنفكر فيه، ولو اتكلمنا فيه أوقات كتيرة بنختلف، كل واحد فينا أفكاره مختلفة بالنسبة للأولويات، للمصاريف نصرف ايه ونصرف قد ايه، نحوش ولا ما نحوش، نحوش قد ايه، طيب نستثمر الفلوس ولا ما نستثمرهاش. على مستوى حياتنا انا ورينا حاليا انا بس اللي بشتغل، انا بعد 30 سنة شغل لما الاولاد سافروا وردا كان لوحده في القاهرة بسبب شغله كان لازم اختار، فاخترت اسيب الشغل واسافر القاهرة وأعيش مع رضا. بخصوص حساباتنا هي مشتركة، وكل واحد فينا عنده هامش حرية للتصرف بدون مراجعة الآخر، يعني مش مضطر يدي تقرير للطرف الثاني. فيما يخص المصاريف الكبيرة إلى حد كبير بنتفق عليها طبعا بعد اختلاف، لكن في النهاية بنوصل لاتفاق. ترتيب الأولويات برضو بيحصل فيها مناقشة وخلاف، لكن في النهاية بنوصل لحل. يسوع في إنجيل متى في الإصحاح السادس من آية 25 لآية 34 بيطالبنا إن إحنا ما نقلقش على أكلنا ولبسنا ومستقبلنا، وما نستندش على الفلوس كمصدر للأمان، لكن نستند على الله وعلى حبه الأبوي. هي واقفة للتأمل، ما اقدرش اقول ان احنا وصلنا لده، لكن كلنا مدعوين ليه، ان ما تكونش الفلوس هي شاغلنا الشاغل، ما تكونش هي الامان الاكبر لينا. محتاجين نعيد تفكيرنا في ده. الفلوس مهمة، بدونها في حاجات كتير قوي ما نقدرش نعملها، لا لنفسنا ولا لشريك حياتنا ولا لبيتنا أو أولادنا. كلنا بنفكر وبنخطط نعمل للأولاد حاجات كتيرة قوي كان نفسنا نعملها أو ما قدرناش نعملها في حياتنا قبل الجواز. كل ده محتاج فلوس. بخصوص الأولاد، إزاي نحدد مصروفهم؟ إزاي نلبي احتياجاتهم؟ بالنسبة لينا إحنا جربنا أساليب كتير قوي في تحديد المصروف، لكن في النهاية لما اطمننا ان الاولاد ازاي بيتعاملوا مع الفلوس وانهم معتدلين الى حد كبير في مصاريفهم بنسيب لهم الحرية بدون حدود،
أو أي نظام معين في المصاريف؟ موضوع الفلوس لازم يخلينا نتكلم عن العطاء للآخرين الأكثر احتياجاً، ده لازم يكون من ضمن اهتماماتنا، ممكن يكون بشكل منتظم أو بشكل عشوائي من خلال مؤسسة أو جمعية أو الكنيسة أو مباشرة للشخص المحتاج. بالنسبة لينا أنا ورضا، إحنا مش ملتزمين بحاجة معينة، ما عندناش أي تفضيل، كل الوسائل قدامنا متاحة وبشكل عفوي بنحاول نعمل كده. مهم قوي ناخد بالنا ان الفلوس زي ما قلنا مش لازم تكون السند الوحيد او الامان الوحيد بالنسبة لينا، وما تكونش هي سبب خلاف للأسرة، بالعكس ممكن تكون هي سبب ترابط للأسرة. لو عندنا مشروع مشترك مثلا نفكر فيه مع بعض، ممكن يكون مشروع بسيط مثلا شراء جهاز، او مشروع كبير نغير عربية، نغير بيت، مشروع ممكن نتجمع حواليه ونتكلم فيه، ده ممكن يعمل تقارب بيننا بدل ما يكون في بيننا خلاف. أي مناقشة في تحديد الأولويات أو الخطط هتبتدي بشوية شد ومشاكل، لأن كل واحد فينا له تفكير مختلف، لكن مهم إننا في الآخر يكون عندنا الاستعداد إننا نوصل لحل. لازم تنازل من أحد الطرفين للآخر. ختاما نقول إن الله لا يعارض الغنى أو السعي للغنى في حد ذاته، لكن بشرط إن ده ما يخليناش ننغلق على أنفسنا وينسينا اللي حوالينا. فالمال هو بركة وعطية من الله، زي ما بنقرأ في مثل الوزنات في متى 25 من الآية 14 للآية 30، وعطية الله بتكون لخيرنا. لازم نحتفظ بمسافة صحيحة بيننا وبين المال، ما يكونش هو معبودنا. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، ده في متى 6:24. أخيرا، حسن إدارتنا للمال داخل الأسرة بيدعم بناء الأسرة ونموها. ولربنا المجد الآن وإلى الأبد، آمين. من أقوال البابا فرانسيس: العالم يقول لنا أن نسعى إلى النجاح والسلطة والمال، والله يقول لنا أن نسعى إلى التواضع والخدمة والمحبة. يسوع هو أكثر من صديق، هو معلم الحق والحياة الذي يدلنا على الطرق المؤدية إلى السعادة. أن يكون المرء مسيحياً لا يعني فقط العمل بالوصايا، بل السماح للمسيح بأن يملك حياتنا ويغيرها. أيها الشباب الأعزاء، لا تدفنوا مواهبكم، العطايا التي منحكم الله إياها، لا تخافوا من أن تحلموا بأمور عظيمة. مساء الخير، أنا اسمي رامز ومراتي مريم، إحنا متجوزين من 13 سنة، عندنا 3 ولاد. إحنا النهاردة حابين نشارككم بحاجة تخص موضوع النهاردة، عن إزاي اختبرنا الفلوس في حياتنا الزوجية. في فترة في حياتي كنا مع بعض في مشاكل بينا، أخدت قرار مع نفسي إن ما أقولش لمريم مرتبي، بس كنت بسيب مبلغ صغير يكفي اليوم بيومه،
المبلغ المناسب اللي أنا شايفه بوجهة نظري، واحتياجاتها أنا ما كنتش بهتم بيها وبتجاهلها ساعات، وده عن عمد. رغم كده أنا خدت القرار بنفسي، بس ما كنتش مبسوط، ما كنتش حاسس إن أنا في سلام جوايا، ومش عارف ليه. في نفس الفترة دي أنا كنت بعيش حالة من عدم الارتياح والضيق، ضيق من علاقتنا الزوجية وضيق من علاقتي برامز، لأنه أنا حاسة أنه رامز طول الوقت هو بيسيطر عليا، وإذا هو موافق على الحاجة اللي أنا عايزة أدرسها أو أشتريها فكان بيديني الفلوس، ويمكن بيديني أكتر ما أنا محتاجة، ولو مش موافق على أنا راح أعمله أو راح أشتريه فما كانش بيديني حاجة. ده إحساس كان بيخليني دايما حاسة أنه أنا متسيطر عليا، من يعني أنا مخنوقة. كمان كنت حاسة أنه أنا مش محبوبة كفاية من رامز، لأنه هو مش بيحبني علشان عايزني أكون سعيدة، فهيديني الفلوس اللي هتخليني مثلا أدرس حاجة أنا حباها أو أشتري حاجة أنا عايزة حباها أو عايزة أعملها يعني. لكن هو بيحبني أو بيتصرف معي بالطريقة دي لأنه عايز يسيطر عليا. كمان كان أكتر مشاعر كمان بتجرحني في الوقت ده هو أنه أنا حاسة أن أنا خايفة ومش واثقة، لأنه العلاقة نفسها ما كانتش ثابتة. في الوقت ده أنا قررت أخد قرار مهم وكنت شايفاه مناسب في الوقت ده، هو أن أنا أنزل الشغل، وفعلا أنا نزلت الشغل. في نفس الوقت اللي رامز كان بيعاني من القلق بتاعه أنا كنت بعيش مسيرة مختلفة. أنا نزلت الشغل، كنت مبسوطة، حاسة أني مستقلة عن رامز، لكن وكمان كنت بقبض مرتب كان بيكفيني وبيكفي احتياجاتي. كمان بالنسبة لمرتبي كان رامز طالب مني المرتب يكون ليا أنا، فما كانش بيطلب مني أن أنا شارك بحاجة تخص البيت غير لو أنا عايز أعمل ده من نفسي، فإتس أوكي يعني أعمليه. لكن فضلت المشاعر دي تضايقني، أنه طب ليه إحنا وصلنا للنقطة دي؟ يعني هو مش بخيل، لأنه لو بخيل ما كانش هيديني اللي أنا عايزة. طب هو يعني بتصرف معايا بالطريقة دي؟ وفضل التساؤل ده جوه قلبي. وفي يوم وانا رايحة الشغل افتكرت انه حد كان قال قدامي انه يا جماعة لو انتوا عايزين تطلبوا حاجة من ربنا وتتحقق فانتوا محتاجين تطلبوها وتعبروا عنها بالظبط زي ما انتوا عايزينها. وانا قلت خلاص تمام انا هجرب الطريقة دي، وفعلا جربت انه اطلب من ربنا انه يا رب اديني نور واديني فهم اكتر وحكمة عن أفهم إزاي رامز عمل معايا كده أو ليه عمل معايا كده، وإزاي أنا يكون عندي حكمة أن أنا أقدر أتصرف مع الجروحات دي، وأنه ربنا يديني شفاء ليها، لأنه كانت فعلا حاسة بمشاعر سلبية كتير جرحتني جامد يعني. وفعلا قعدت أكرر الطلب ده باستمرار باستمرار باستمرار، وأنا مش عارفة الصراحة ربنا هيرد عليا ولا لأ. وبعدين فترة من حياتنا حصلت ظروف، وجدت انه الظروف خلتني انه اخد قرار بانه اقعد من الشغل، وفعلا انا اخدت القرار ده وقعدت من الشغل. زي ما انا قلت في الاول انا ما كنتش سعيد بالقرار ده، ودايما في حالة قلق ومتوتر. القرار ان انا ما اقولش مرتبي، القرار كان صعب لان ما كانش من طبيعتي. انا من طبيعتي اكون صريح، وانا كنت بعمل ده الحيلة ديت خاص عشان اكسر مرجان اكسرها. وبدأت اصلي واخدت قرار مع نفسي ان اقول لمريم خلينا اكتر صراحة، ودي كانت بداية كشف الجروح. انا كنت بحكي عن جروحي وتاريخي، ومريم شاركتني بنفس الطريقة. على اساس ده قررنا كمان نصلي صلاة الكوبي كل يوم سبت، والتزمنا بده، وكنا منتظرين منهم، وكنت منتظر منها انها تفتح باب الحوار في موضوع الفلوس. وفعلا كانت هي بدرت، وهي اجرأ مني في ده، وسألت عن المرتب وجاوبت بكل صراحة، وبدأت اسيب الفلوس صح في البيت، وكنت بسيب مبلغ كله، ومحددتش معها اي حاجة البنود الصرف المفروض تكون في كذا او كذا او كذا. زي اي بيت اي حد كان محتاج اي حاجه كان بيروح عند الظرف اللي فيه الفلوس ياخد اللي هو عايزه ويرجع. وبعد وقت حسيت ان علاقتنا بقت قويه، وعلاقتي بربنا بقت اقوى بكتير، وبقينا احسن، وبقينا نمشي مسيره اكتر من كده، اعمق من كده كمان.
جنب النعمة دي اللي رامز بيقول عليها انه علاقتنا بربنا بقت قوية وعلاقتنا ببعض بقت قوية وفيها نوع من الصراحة، كتير من الصراحة ونوع من العمق، كمان انا بقيت تختبر نعمة مادية، هي انه زي ما رامز قال كده احنا كنا بنسيب الظرف على جنب واللي عايز حاجة بيسحبها. في الاول في العادي لما كان رامز بيسيب الفلوس يوم بيوم غالبا ما كانتش بتكفي، لكن من ساعة ما رامز ساب الظرف في البيت وإحنا بدأت علاقتنا تتحسن بربنا وببعض، بقينا يبتدي الشهر وينتهي ونجيب كل احتياجاتنا، كل احتياجاتنا بمعنى كل احتياجاتنا، وندفع كل التزاماتنا، وفي أغلب الأحيان بيفضل مبلغ محترم كده. في أول فترة قلنا يمكن صدفة، تاني فترة يمكن صدفة، وبعدين بقى الموضوع متكرر، إنه بقيت حاسة إنه في نعمة حتى لو المبلغ بتاع الشهر ثابت بس احتياجاتنا في شهر معين كتير، كان برضو كنت بحس انه زي ما يكون في نوع من البركة والنعمة بتحصل في الفلوس. وانا قدام ده ما كنتش بشوف غير انه انا محتاجة اشكر ربنا على الفترة اللي احنا عشناها بصعوبتها وبوجعها، وكمان بنعمتها اللي احنا بنختبرها دلوقتي على مستوى علاقتنا بربنا ومستوى علاقتنا ببعض، حتى كمان على المستوى المادي اللي احنا لمسينه بموضوع الفلوس اللي بتزيد عن الشهر. احنا عارفين ومتأكدين ان احنا مرينا بحاجات صعبة ولسه هنمر كمان بحاجات صعبة، بس كمان عارفين انه طول ما احنا متمسكين بعلاقتنا بربنا ومتمسكين بعلاقتنا ببعض، ان هي يكون فيها نوع من الصراحة ونوع من الوضوح، احنا هنقدر نعدي اي أزمة بنعمة ربنا. يرتاح إلى أن يسكن
بنعيش في قانا وقت لينا لوحدينا. قانا مدرسة للزوجين، وتعلمنا فيها إن إحنا فقير قدام فقير. من أعمال الرسل الإصحاح الرابع. وكان جماعة الذين آمنوا قلبا واحدا ونفسا واحدة، لا يقول أحد منهم إنه يملك شيئا من أمواله، بل كان كل شيء مشتركا بينهم. وكان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع تصحبها قوة عظيمة، وعليهم جميعا نعمة وافرة، فلم يكن فيهم محتاج، لأن كل من يملك الحقول أو البيوت كان يبيعها ويأتي بثمن المبيع فيلقي عند أقدام الرسل، فيعطى كل منهم على قدر احتياجه حقا. دي كانت حياة الشركة بين الرسل في بداية المسيحية. بيرفضوا الامتلاك الفردي، وإن يكون كل واحد فيهم له ما يخصه، وزي ما بيقول الكتاب المقدس بل كان كل شيء مشتركا بينهم. الرسل كانوا متحدين في الإيمان، ليهم هدف واحد وقلب واحد. ما بالك الزوجين اللي هم كمان ليهم نفس الإيمان والهدف والقلب والروح والجسد. يا ترى أنا وشريك حياتي بنعمل إيه في إدارة حياتنا المادية؟ هل كل واحد عايز يكون له أمواله الخاصة وممتلكاته؟ تخيل لو كل واحد فينا خبى على شريكه هو دخله كام، عشان يشيل منه جزء أو حتى يشتري احتياجاته الخاصة. يا ترى هنبقى مستريحين في التعامل بالطريقة دي؟ ولا ببساطة فلوسنا واحدة، بغض النظر مين اللي جابها أو مين أكتر أو مين أقل، ومفيش فرق بيننا لأننا في الأصل واحد. في رأيك أنهي طريقة بناءة أكتر وبتحافظ على الوصية في الاتحاد بين الزوجين؟ اللي قريناه ده كان اللي بيعملوه الرسل في حياتهم بعد يسوع. تخيل لو يسوع النهاردة بيكلمك أنت وشريك حياتك، وبيقول لكم على وصية تاخدوا بالكم منها في إدارة حياتكم المادية، يا ترى هتبقى إيه؟ الحياة الزوجية بتدوب فيها الأنا وبتتحول إلى إحنا، بيتخطى فيها الحب المتبادل كل جوانب الأنانية الفردية اللي بتضغط على حياتنا. الأنانية اللي ساعات بتظهر في الفلوس أو الراحة أو الوقت أو المظهر، وبيظهر مكانها العطاء والبذل. إلى أي مدى أنت في أسرتك قادر تتغلب على هذه الأنانية وبتقدم كل اللي عندك تحت أقدام شريك حياتك؟ النهاردة كنا بنتكلم عن موضوع الفلوس وإزاي نتعامل معاها في بيتنا، فمهم ناخد بلنا من النقط دي. الفلوس مهمة، لكن ما تبقاش هي أهم حاجة في حياة الأسرة. الفلوس هي وزنة ربنا بيديها لنا وحنقدم عنها حساب. الفلوس ممكن تكون سبب سعادة وترابط الكوبل والأسرة عامة. زي ربنا ما بيدينا احنا كمان لازم ندي. يستطيع الرب بي أن يصنع العجائب، وإن طلبت تكرسي هل يستجيب الطلب؟ هل يستطيع الرب بي أن يصنع العجائب، وإن طلبت تكرسي هل يستجيب الطلب؟ نعم 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 يقول ربنا.
شكرا لكم أعزائنا على المتابعة، ونرجو إن احنا نكون قدرنا نوصل لكم جزء من حياتنا في قانا. وشكر خاص لفرق الكورال جماعة عمانوئيل مصر، كورال القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر. كمان بنشكر أخواتنا نصيف قزام ورانيا رشاد على خدمة الترانيم، وكل كوبلات قانا اللي شاركت في الإعداد والتقديم. استنونا بكرة قبل ساعة من دلوقتي وحلقة جديدة وعنوانها الصلاة في الأسرة.